أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من المستوى الأول خلال أمسية اليوم إن شاء الله عن أمطار عادية ستخص كل من ولاية سوق هراس والبواقي، كذلك ولاية بسة وخنشلة. أما خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية خلال الصباح على الوجه الساحلي لتصبح الأجواء مشمسة، بينما على المرتفعات والهضاب دائما سحب ركامية رعدية أحيانا مطرة على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الهضاب العليا الغربية، أجواء رعدية على منطقة الثورة ومشمسة على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، مع زوايا برامية ستنشط على كل من أقول الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي وكذلك الحدود المالية الجزائرية. درجة الحرارة خلال ليلة اليوم وخاصة صبيحة الغد إن شاء الله مقاييس ما بين 21 لغاية 24 درجة على الواجهة الشمالية، ننتظر 31 درجة على بسكرة المغير توغرت حتى على إن صلاح، ترتفع إلى غاية 30 درجة على كل من تندوف أدرار وتيميمون. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى إن شاء الله سترتفع، طقس حار سيخص تقريبا جل المناطق الشمالية خاصة الوسطى والمرتفعات الداخلية، ننتظر أعلى مقياس على معسكر غليزان وشلاف مع 32 درجة 42 درجة عفوا 36 درجة على العاصمة قسنطينة قلمة ميلا خنشلة سوق هراس 32 درجة على تنرسة وجانات 32 درجة على ولاية بشار كذلك ولاية إليزي تفوق الأربعين من شمال الصحراء منطقة الواحات الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب لتقارب 44 درجة على كل من تندوف أدرار وتيميمون. البحر خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر هادئ وجميل على السواحل الغربية، لكن قليل الاضطراب على السواحل الوسطى وكذلك السواحل الشرقية، رياح ضعيفة شرقا وغربا لكن معتدلة ضمن تيارات غربية تماما على السواحل الوسطى. بالشمس ليوم الغد إن شاء الله الأحد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السابعة ودقيقة واحدة، ولتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية تبقى دائما في الخدمة. شكرا على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.